الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اليوم في ثاني أيام هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد حفظه الله ورعا، حيث تتواصل انطلاقات سن المفاريد مسافة 2 كيلومترات، مسافة 5 كيلومترات انطلقت الشعارات، انطلقت الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الانتصار. أتقدم مع من يتصدر الأسماء، أتقدم مع أول الشعارات المنطلقة. من يقدم لنا شديد شديد يا أبو سلمان، سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري، من يتقدم مع شديدة مع المركز الأول. المركز الثاني اليمامة ومحمد بن علي بن حمد الفيدة المري، من يقدم لنا اليمامة. والمركز الثالث أرى وأتابع الصدوية وطالب بن علي بن حمد الفيدة المري، من يقدم لنا في هذه اللحظات شعار ويقدم لنا الصدوية. المركز الرابع، رابع الأسماء هنالك مرضية وحمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري، وخامسا أرى وأتابع هنالك من تتقدم رعود وعلي بن عبد الله بن علي الفيدة المري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى من غيرت مع اليمامة، اليمامة اليمامة، من تسللت مع المركز الأول محمد بن علي بن حمد الفيدة المري، من تقدم وتسلل مع المركز الأول. المركز الثاني شديدة يا سلمان يا بن عبيد يا الدوسري، وأيضا وصلت الصدوية وطالب بن علي بن حمد الفيدة المري، وأيضا وصلت في هذه اللحظات هوايل وحمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، وأيضا وصلت في هذه اللحظات شموخ بخيت بن محسن بن جابر المري، ووصلت الأسماء وبدأ الهجوم، وأيضا وصلت في هذه اللحظات. الله يا جمايل 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 جمايل، ما شاء الله وتبارك الرحمن. يا صافية عبد الهادي بن محمد بن حمد صافية المري مع جمايل، إلا والله جملت اليوم، جملت اليوم جمايل جمايل جمايل. وأي أداء وأي عرض، ما شاء الله وتبارك الرحمن، ما شاء الله على جمايل وعلى أداء جمايل وعلى عروض جمايل النهائية مع آخر الأمتار تقلع وتغفر بالانتصار. سلامي عليك يا مالك جمايل. من قدم لنا جمايل عبد الهادي بن محمد بن حمد الصافية المري المركز الثاني. المركز الثاني متابعينا مشاهدينا الكرام، وصلت انتباه وسعد بن حمد بن فيد الفيد المري. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، سوف نتابع وإياكم لحظات الإعادة والخمسة المراكز الأولى بالتواقيت الزمانية. وها هي جمايل، من تجملت اليوم وحضرت بالأداء الكبير وحضرت بالعرض المميز وتسجل هذا التوقيت 3 دقائق أو 2:58 و90 جزءا من الثانية. كانت حاضرة جمايل مع عبد الهادي الصافية المري بأداء مثير في آخر الأمتار. المركز الثاني وصلت في انتباه سعد بن حمد بن فهد المري، وثلاث دقائق 4 ثواني 18 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث وصلت في شقة فلاح بن إبراهيم بن محمد الهاجري 3 دقائق 4 ثواني 31 جزءا من الثانية. المركز الرابع وصلت في شموخ بخيت بن محسن بن جابر المري 3 دقائق 5 ثواني. والمركز الخامس وصلت في أسيل عوض بن صالح بن محمد الرزق 3 دقائق و5 ثواني و41 جزءا من